دي مش اوضتي، دي اوضه جوني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدى كير. Good morning, Johnny. Johnny, morning, man. شكلك لسه ما فوتش. وفي ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ Good morning, Mr. Johnny. انت مين؟ با؟ ما عرفني نيشي؟ انا الكبير. لا، انا الكبير. انت جوني، بص على تاتو، بص في المرايات. علي الطلاق لو ما قلت ليه اللي بيحصل، لكون مكسر الدوار ده كلها على نفوخك. Calm down, Johnny, calm down. الامور دي ما بتتخدش بالقفش. اهدى اهدى كيف؟ عاوزني اصحى من نومتي القى نفسي لابس بنتكور وفلينا بنك وقصص شعري كيف ماريا كاري وتقول لي اهدى؟ اولا هي عمرها ما عملت اللوك ده. ثانيا عاوز صفه ولا مش عاوز؟ تشوز. قصر فهمني، مين ابن الكلب اللي عمل فينك ده؟ واتش يور ماوث مان، انت كده بتغلط في داد. جس وات، انا اللي عملت كده. تعمل كده في اخوك عادي، لكل فعل رد فعل، وانت اللي ابتديت. ولا ناسي البورصة والستة مليون ستمية سبعة وخمسين ألف جنيه كبير؟ الله يخرب بيتك يا فزع الكلب. وزي ما انت قررت انك تاخد الورث اللي سابهولي داد، انا كمان قررت اخدك كلك على بعضك. هتعمل ايه يعني؟ زي ما انت شايف انا بقيت الكبير وانت بقيت جوني. وعملت كده كيف؟ عملت عملية، بدلنا وشوش بعض. هو وشك كيف يا ولد ابوي؟ سو فاني. عملت عملية فيس اوف، نقل الوش. دي بقت عمليه مشهوره جدا، اسهل من عمليه اللوز. طب والوش ده هيروح متى؟ الوش ده عمره ما هيروح ابدا، هتفضل طول عمرك جوني. يعني وشي هدف عندك، لو خطيت خطوه واحده هتخك والناس هتعتبره دفاع عن النفس. تقتل اخوك عادي. سو وات، ما انت اللي ابتديت. باي ذا واي، قبل ما اعمل العمليه اتنزلت لك، يعني لما كنت انا جواك جوا البادي بتاعك. لما يا مش فاهم حاجه، يعني من الاخر اتنزلت لنفسي عن العموديه وعن كل، انا هبقى كل حاجه وانت ولا حاجه. امسكوا يا فزاع. يا دي يا ابو رياله يا اهبل، اقول لك امسكوا يا فزاع تقوم مصدق؟ اتشهد على روحك يا جوني. يا مري بتعمل ايه يا جوني؟ انت اتجننت. هدية بعد، هدية جوني. سيب الفرفر ده ربنا يهديك. بعد يا بنت، خلينا طخ وريح الناس من الشرور. بعدي. لا لا، جربي جربي يا مراتي يا حبيبتي، دافع عني. بعد يا بنت، ما تلتقيش فيه كده. امسك يا فزاع. يا دي بتهبل، يا اهبل، ما لسه عاملها فيك دلوقتي. ما امسك يا فزاع. تعالى يا جوني بيه. استهدى بالله امال. بعدت. تعالى معايا، ده انا هجوزك هالنومه. وديه البوليس. هو ايه اللي حصل يا كبير؟ اتس كريزي. بيجي مجنون، بيجي مجنون مخبل، ربنا يستر. انا ما عملتش حاجه، انا بريء. جوني هو اللي خد وشي. خش قدام يا مذنب يا ابن المذنب. يا جماعه انا الكبير اللي في الدوار ده، يبقى جوني اخد وشي. قاعده تحلو قوي يا رجاله. الله، ايه اللي جابك هنا يا خواجه؟ بس يلا انت، هو ده خواجه جاي سياحه، سيبوه لي انا.
وانت مين اسم الله على مقامك؟ انا اللي هاخدك وافسحك في الزنزانه. وانت اسمك ايه يا عاد؟ انا الهرم. والله شكلي اعملها معاك يا هرم. تعمليها مع مين يا قطه؟ هتخربشيني؟ لا ما هي عمرها ما كانت بالشكل واصل. قسما عظمة اللي هينزل فيكوا يده ولا يبص يمين ولا شمال لاجي سقف لي على قفاه. فاهمين؟ فاهمين. وادي يا كرومبو. نعم يا سيد الناس. عاوز كوباية شاي تقيلة حبر. حاضر يا سيد الناس. مالك يا قطة؟ مالك؟ هتقعدي تسيقي طول الليل ولا ايه؟ عاوز انام. خلصي. عادي يا سيد الناس. مين برضك؟ يلا هجس. يلا نهرب. يلا نهرب. انتوا اللي بعدكم جوني. ايه ايه يا جوني؟ مالك في ايه؟ صح انا جوني. يلا 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 قوم 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 قوم. يا جوني اول مره تركب بوجي. لا انا مش قادر افهم انت ليه جايبنا تاني عند الدوار. جوني احنا لازم نهرب دلوقتي حالا ونروح على امريكا. يا ابني الموقف بقى خطر جدا يا حبيبي. انت من ساعه ما اتقبض عليك والكبير مش شادد الحراسه على الدوار ولسه لما يعرف انك قريب. يا جماعه ما هو ما ينفعش. امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. لازم لازم ادخل الدوار. دوار ايه؟ دوار ايه يا سيدوني؟ الكبير خلاص حطك في دماغه ورجالته لو شافوك هيتخوك طوالي. نهوي لازم ادخل الدوار. ايه ده؟ انت جننت؟ انت مش سامع هدرس بيقول لك ايه؟ طب بلاش، مش شايف الحراسه اللي على الدوار دي كلها؟ عادي جوني. دون بي ستيوبيد. انت بتقولي مين ستيوبيد؟ بتقولي مين ستيوبيد؟ صلي على النبي. صلي على النبي. في ايه يا سيدوني؟ في ايه؟ ما ينفعش يقول ستوبيد. معلش سي توماس خايف عليك وبيقول على فيه مصلحتك. قول ستوبيد ليه طار؟ قول له سوري. جوني سوري بجد، انا ما تزعلش مني بس بجد الموقف بقى خطر. انا عايز افهم حاجه، انت عايز تدخل الدوار تعمل ايه؟ يا جماعه ما هو جوني. جوني اقصد اقول الكبير 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 معايا الباسبور بتاعي. يعني معايا الباسبور بتاعي، اسافر اركب الطياره ازاي؟ هاو هاو. صح. طب هتدخل الدوار ازاي دلوقتي؟ I have فكره بالانجليزي. Idea. I have idea. توماس يا اشرف. افتح لهم الباب هنداوي. ركز. ها ايه اللي انتوا شايلينه ده وداخلين بيه فين؟ دي سدادة. سدادة كانت بتتنظف وإيه؟ جبناها. وخلصت فجبناها. عدي عدي. سيدي خلاص. إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ أنا هقول لك،
هدية انت لحالك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كوح يا هديرة، انا الكبير. الكبير؟ ويا اهلي دخلك جوا السجادة؟ عم باخد شاور، هنعزله، فكيني الاول واحكي لك على كل حاجة. كحرتيني يا بنت، كحرتيني. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلي. كحرتيني. يا مري. اكتمي يا بنت، اكتمي. أنا الكبير اللي معاكي في الدوار ده يبقى جوني. من تحل شخصيتي اعمل لي عملية نقل وش في سقف. تعرفي ايه؟ يعني صدقتيني؟ قولي والله ولا ما أخسر. يا ليش؟ يا بقرة، والله العظيم أنا الكبير يا بنت، أنا الكبير. طب شوفي، أنا حسيبك واسأليني عن أي تفاصيل شخصية بيني وبينك. إذا جاوبتك غلط صرخ ولم عليه الناس، خلاص؟ ها. طب انا اسمه امي ايه؟ شموع. طب اكتر مطرب بحبه مين؟ ست بدريه السيد. طب اكتر اغنيه بحبها لها هي ايه؟ الموال بتاع يا نخله طاطي جريدك شكني سلك. ماشي. طب احنا تاريخ جوازنا كام؟ تاريخ جوازنا، تاريخ جواز، شفت عاد؟ اكتم يا بت. اليوم ده كان كله مطر وزعبيب، وابوكي كان لاوي بوزه عشان الجماعة بتوع الفيديو اتقلب من الميكروباص وماتوا قبل ما يجوا. قاعد زعلان كيف فرح بنته ما يتصور شيء. أقول لك على مرة تاني، لما جينا نكتب الكتاب ما لقيناش الشهود، عائلتكم كلها ولا واحد حده بطاقة، حتى في الآخر جبنا الواد صبي الغزية والنبطشي عشان يبقوا شهود، صح ولا لا؟ صح، بس أنا ما خبراش برضك كيف تبقى الكبير يعني. يا بنت قلت لك عملية نقل وش. أنا أسمع النقل دم، نقل كبد، إنما نقل وش. اللي حصل عادي هدية. افتح يا هدية. انا عمري خبط عليك الباب يا هدية. انت يا هديرة يا باقرة. طب الدهرة انت دلوقتي الدهرة. يلا يا بيت. باه، بقالي ساعة بضرب على الباب ما فتحتيش على طول ليه؟ معلش يا كبير، ما كنتش سامع حقك علي. كنت عاوز حاجة يا كبير؟ أبداً، أصلي سمعت صوتك وانت بتصرخي. أصلي لقيت بوصة فتخلعت. أوه ماي جود. أصلي وأنا بخبط عليك سمعت صوت حد معاك. معاك ديه تلقاه التلفزيون. طب ايه اللي جاب السجادة دي هنا؟ السجادة؟ السجادة دي انا جبتها عشان كنت عاوز اغير الديكور. اوكي، ماشي، انا نازل اندلع، نازل اندلع. لو عوزتي اي حاجة مني اديني مستكول وانا هقابلك في الهول. بقول لك يا كبير، ها، مش أنا وأنا بقلب في الدولاب النهاردة لقيت شريط الفيديو بتاع الفرح بتاعنا وقعدت أتفرج عليه. أوه، ده كان يوم جامد قوي. شوفي، يبقى سيبهولي عشان أتفرج عليه واستعيد الذكريات الحلوة يا باقرة. اطلع اطلع، ماشي خلاص. صدقتيني يا هدية؟ يبقى موضوع نقل الوش ده صح صح. أتاريه كل شوية شوفه قاعد مع الدكتور بيتودودوا. دكتور مين ده؟ الدكتور ربيع بتاع الوحدة الصحية. دكتور ربيع؟ حرام عليك، كفاية كده. هانت، فضل لك حقنة كمان وتبقى قفلت الاثناشر. أبو سيدك كفاية كده. أضربها لك فين دي؟ جسمك ما بقاش فيه مطرح سليم. أبوس رجلك، كفاية حوان. شوف أنت عايز إيه وأنا أعمله لك يا كبير. يعني أنت معترف إني الكبير؟ أيوه، والمصحف الشريف أنت الكبير، أنا معترف. شوف أنت عايز إيه وأنا عناية ليك يا كبير. عاوزك كيف ما عملت العملية وغيرت وشوشنا ترجع لي وش تاني وتسيب جوني من غير وش. انا عايز وش في علبه.
عينيا هجيب لك وشه في علبه والفها لك لفه هدايا كمان. احنا نزرب هنزرب. اسمع انت تخليك هنا واوعاك تتحرك. انا اروح اخدر جوني واجيبه هنا ونعمل العمليه. مش هينفع يا كبير. انا برضك قلت انت نفسك فيها. لا ما اقصدش انا اقصد ان جوني محضر اوضه العمليات في الدوار مش في العياده. تحت والجناه يلا بينا على الدوار. يا سلام ايه الفقاقه دي؟ ما لو شافونا داخلين مع بعض انا وانت يا ناصح هيشكوا فينا. انت هتردح لي هتردح لي. العموم ما تخافش سيب موضوع الدخول ده على ياني. وقف عندك. دول سدتين كانوا بيضربوا. انا سالتك لوك ات مي. بص لي شوف لي. انا سالتك نزل السجاجيد. نزل السجاجيد نزل. افرد افرد ما انت هتشوف ال Well. ايه المفاجأة الجامدة دي؟ تصدق اني كنت بدور عليك؟ Oh my God. دكتور ربيع. طب مبهدل الراجل اللي معاك ليه؟ أشرف. ودي الكلابيب دول على الأوفيس. المكتب. وسيب لي جوني. أنا بحملك المسؤولية كاملة. يا عم اتنين. ايه ده؟ فيزو. شكله هيتغابى وهيتشقى. روح ثبته ياد ملك ماي. سيادك دي ليه ياد؟ عاوز ايه انت؟ رالي لي نفسك في سجاده. فاكر شغل الاطفال ده هيعدي عليا؟ عيب. ده انا الكبير. انت خابر زين ان انا الكبير وحفضل طول عمري كبير. طول عمري. ربنا يديك طولة العمر. للاسف مش هتلحق. ليه يعني؟ أشرف موته. أشرف تجنيت ولا ايه؟ هتخري. أنا كبير يا أشرف. اللود موت. عشان أنا قلت أشرف أنت قلت أشرف. مين قالك أساساً إن ده أشرف؟ أمال أنت مين؟ أنا توماس يا معلم. والله العظيم يا تخو أنت الكلب سبب في كل المصايب دي. يا مري هتخلص على مين يا كبير؟ بتتكلمك ده يا هياد؟ انت مين؟ انا مرتك هدية. ما تقوليش كده ما تقشعرنيش. ارمي سلاحك يا كبير. فزاع؟ ايوه فزاع اللي هيخلص عليك. فزاع فينيش هيم. امري جنابك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان. شنبي يا بنت كريم يا رب. يا بنت كريم يا رب. يا فزاع. ايه يا كبير؟ ها جاية. ها الله يخرب بيتك يا طرف ولدي. يا فزاع جاية. ها يا كبير. امن جنابك. انت فزاع ولا هدية؟ العفو يا كبير فزاع. انطق انطق. امر جنابك. فزاع فزاع. اسمع عاوزك تروح لجوني صحيح من النوم. عندنا معاد مهم في البورصة خايف نحوقه على الناس. يمين بالله انا قلت قلبي جنابك الابيض ما حيطوعكش تسرق اخوك. تسرق اخوك؟ يلا يا جحش يا ابن ال... يا خبر ابيض ده كان حلم صايع جدي. اهدى
استغفر الله العظيم يا رب.